الحملة الأمنية الجنائية. اليوم موقعنا غير، بتشاهدون معانا في التغطية ضبط موقع تم رصده من قبل الحملة الجنائية ويتم ضبطه اليوم بإذن الله. إذا الله وفقنا اليوم سيتم التغطية لضبط هذا الشخص اللي حاول أن يهرب من قبضة الأمن واليوم يقع في شر أعماله. هذه استراحة كبيرة، يكون 5000 أو 10000 متر، 5000 ل 10000 متر على أربع جهات. إذا وصلنا هناك مجموعات تقسم مجموعات، تقفل كل مجموعة من جهة، تقفل كل مجموعة فيها مصنع قبل مداهمة توزيع المهام للقبالة الاستراحة بالكامل اللي يتم مداهمتها في العفجة من أخطر المواقع تواجد فيها الأشخاص لتصنيع الخمور. هذا المصنع بالكامل. من أكبر مصانع الخمور بالعفجة. تم ضبط الأشخاص بالكامل، صاحب المصنع والعاملين في المصنع. ضبط صاحب المصنع من ضمن الحملة، كذلك أحد الجنسيات الأفريقية، أحد الجنسيات الأخرى المشاركة في هذا الموقع. من الجنسية الأفريقية استخدموا النساء للتضليل في توزيع الخمور. شوف هذا المصنع مصغر، هذا مبدئيا المصنع الأساسي في هذا الاتجاه. بعد ما تم ضبطهم بالكامل، سواء صاحب المصنع والعاملين في المصنع، تم مداهمتهم ومراقبتهم بفترة طويلة من قبل الحملة الجنائية تكون في الرياض، وتم ضبطهم، تكونوا في جولة مفصلة داخل هذا المصنع بحي العفجة. الكميات الجاهزة للتوزيع. تقطير الخمور في هذا الاتجاه. السكر في تصنيع الخمور، كمية كبيرة من المياه للتوزيع في هذا الموقع ويسهل عليهم التعبية السريعة للتوزيع. عبوات فارغة. محاولة الاستفادة من الموقع بالكامل. هذه منطقة التخزين، يظنون انهم بيفلتون من رجال الامن. منطقة التخزين تفريغ النفايات من طوب كرامة حتى لا يدور الشبهة لهذا الموقع، وتم ضبطهم ولله الحمد.